جراء سوء إدارتها إلى صناعة العدو، وهي تستخدمه كأداة أبسط لسيطرتها وإسكات شعوبها وتجاوز القانون وتغطية فشلها. أعتقد أن العدو الحقيقي لأي دولة عربية وعالمية وإقليمية هو عدم قدرتها على خلق تنمية حقيقية للشعب تنعكس على حياتهم، وعدم القدرة أو الرغبة في تحقيق العدالة وبسط الأمن والإصرار على تقديم المصالح الخاصة الضيقة على المصلحة العامة. عدم تحقيق أهداف التنمية 17 التي اعتمدها قادة العالم في قمة أممية تاريخية في 25 سبتمبر 2015، وعلى رأسها هذه الأهداف الصحة وأهداف التعليم والمساواة والعمل اللائق والعدل والسلام والقضاء على الفقر والقضاء على الجوع، عدم تحقيق هذه الأهداف هو العدو الحقيقي لهذه الدول وللعالم العربي أجمع، بعيدا عن صنع أعداء وهميين يتم استخدامهم كوسيلة للبقاء في الحكم والخاتمة، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.